أهلا فيكم يا برج العقرب في توقعات شهر 8 أغسطس 2020. خلينا نشوف بشكل عام إيش طاقتكم لشهر 8. وما بتستنوا مبلغ من المال كان متأخر عليكم يا برج العقرب، حابين إنه يصير فيها عدالة. أنتوا يعني يا بتستنوا بصلح من أحد الأشخاص، يا بتستنوا بمبلغ من المال من أحد الأشخاص، أو إنه ارتباط أو شيء معين، وحابين إنه يصير التحدي عندكم إنه يصير فيه عدالة بينكم وبين هذا الشيء اللي أنتوا بانتظاره يا برج العقرب. طب خلينا نشوف برج العقرب تشتغلوا كتير، مركزين على عملكم، مركزين على العمل كتير يا برج العقرب، حابين انه يصير في انتوا بتعاتبوا بعض الاشخاص، في عندكم عتاب، في عندكم حكم، ممكن حكم محكمة، ممكن حكم ظالم، ممكن ولادة، ممكن في شيء جديد رح يطرأ على حياتكم. في عندي الأبراج برج الجوزاء، برج الثور أو الجدي أو العذراء، برج الميزان، برج قلنا القوس أو الأسد أو الحمل، هدول أكتر شيء بيأثروا عليكم. عندي حرف الواو والياء الزين، حرف الكاف والسين، حرف اللام والتاء واللام، مرة تانية هدول يمكن أكتر أشخاص بتعني لهم هاي القراءة بالوضع اللي هم حابين إنه يصير في عندهم عدالة. ممكن أحد الأشخاص تارك ماخذ حقكم، فأنتوا حابين إنه يصير في عدالة في الموضوع، في محكمة، في أوراق يمكن إلكم ناقصة بتحاولوا إنكم تزبطوا هاي الأوراق الناقصة، في عندكم في الحكومة شيء معين حابين إنكم تكملوا، لكن انتوا بتراقبوا، في طاقة مراقبة يا برج العقرب لأحد الأشخاص. يعني انتوا بين خيارين، يا انكم تضلكم في هاي العلاقة، يا انكم تتركوها، او انكم انتوا في عندكم خيارين وانتوا اوريدي بدكم تاخذوا خيار معين. بعقلكم مركزين على عملكم، حاسين انه هاي العلاقة او اللي انتو فيها اذا كانت علاقة او شغل بحاجة لشغل كتير، بحاجة لعمل كتير يعني، واذا كانت هاي العلاقة عاطفية فانتو شعرين انه لسه بدها شغل كتير علشان هاي العلاقة انها تزبط. ومشاعركم انه انتو بتراقبوا زي ما قلت لكم، راسكم بوجعكم، في عندكم يعني ممكن انه يكون بتحاولوا انكم بتتطوروا بهي العلاقة، ولكن في عندكم عراقيل موجودة بينكم بين الشريك، في عندكم مشاكل مرأتوا فيها بالسابق، انتوا بتطلعوا على مساوئ العلاقة، وعندكم أرق مش طبيعي يا برج العقرب، انتوا عندكم أرق، عندكم كوابيس، انتوا ممكن تفكروا بالليل ما بتناموا كويس، فانتوا بتفكروا بالشريك، ممكن ندمنين على بعض الأشياء أو انه اللي صارت بينكم وبين الشريك في العلاقة. وهلأ رح ناخذ نستفسر على العلاقة بشكل خاص ونشوف ايش العلاقة كيف صارت وكيف وبعدين ناخذ المشاعر وايش بخبي عليكم الشريك. طب خلينا نشوف ايش العلاقة كانت. هي العلاقة كانت فيها حب كتير، كان فيها توازن، كان فيها عطاء، كان الشريك بحاول أو أنتوا كمان إنكم تعملوا المستحيل عشان تزبط العلاقة. كانت العلاقة عبارة عن أمنية لكم إنه يصير فيها زواج أو ارتباط، ولكن إيش اللي صار؟ صار إنه أنتوا يمكن بالفترة السابقة في واحد منكم ترك العلاقة وصار فيها مشاكل، ويمكن انه الشريك ترككم يا برج العقرب او انتو اللي تركتوا الشريك،
وصارت العلاقة، بتحاولوا انكم ترجعوا الشريك، بتحاولوا انه صار في هون عراقيل بينكم وبين الشريك، والشريك بفكر في ذكاء في عقله، متحمل او انتم متحملين مسؤولية، فصارت العلاقة عبارة عن تعلق. ولما توصل العلاقة يعني لطريقة تعلق، هون انه الشريك رح يبعد عنكم، لانه اذا كان انتو او الشريك صرتوا في درجة التعلق، هون انتو خسرتوا الشخص، لانه اعطيتوه حب زيادة، اعطيتوه اهتمام زيادة. لا، الشريك هو الشريك، يمكن يكون قلنا هون من برج، ممكن يكون برج ناري، لا الشريك ممكن يكون برج الحمل، قاعد يعني بحاول انه يسيطر على العلاقة، بس هو بفكر فيكم او انتو بتفكروا في العلاقة، وحزنانين ندمانين مركزين على عملكم، لكن بنفس الوقت انتو حزينين بتفكروا في الماضي، بتفكروا في العلاقة وايش صار فيها، انتو بتتذكروا في الذكريات الحلوة بينكم وبين الشريك اللي راح وترككم، حابين انه تركضوا للشريك، حابين انكم تقدموا له الصلح، ولكن في بينكم وبين الشريك كلام بخص السمعة، بكلام بخص الأعداء كمان، إن حكى كلام أنتم مش راضين على هذا الكلام يا برج العقرب، زعلانين جدا جدا، وإنه الشريك تركم وراح، الشريك تركم وراح، أو إنه مش معطيكم اهتمام، أو يعني مش معطيكم الاهتمام اللي أنتم بدكم إياه في هاي العلاقة. طيب انتو يعني في الوقت الحالي انتو شعرين انه عندكم حب فائض، حابين انه يكون في العلاقة فيها حب، فيها يعني حكم، حابين انكم تعاتبوا الشريك، حابين انكم تحاسبوه على شيء معين. انتو يمكن اوريدي حاسبتوا الشريك او انه عاقبتوه على شيء معين في العلاقة، او انه ليش الكلام اللي سمعتوه من الشريك وما عجبكم، فانتو اخذتوا موقف قوي، موقف دفاع كويس عن نفسكم، وانتو عاتبتوا الشريك، وصار في عندكم يعني حساب. إذا ما صار في عندكم هذا العتاب والحساب، راح يصير العتاب أو الحساب بطريقة معينة، بس أنتوا يعني بعد الحساب والعتاب حسيتوا في الندم، حسيتوا في الاشتياق، حبيتوا أنه تسكروا هاي المرحلة من حياتكم يا برج العقرب، حبيتوا أنه تسكروا هاي المشاكل اللي بينكم وبين الشريك، وتغلقوا هاي المرحلة من حياتكم، وتتطلعوا وتتأملوا وتقعدوا بينكم وبين نفسكم، تفكروا بالعلاقة، تتأنوا، تعرفوا كيف تتعاملوا مع الشريك. ماخدين هدنة بينكم وبين نفسكم يا برج العقرب. طب خلينا نشوف بالضبط ايش مشاعر الشريك لكم، وايش بخبي عليكم هذا الشريك. برج العقرب شهر 8 2020، ايش وضع برج العقرب مع الشريك؟ نشوف ناخذ مشاعركم، مشاعر الشريك، كيف انتو شايفين العلاقة، وكيف هو شايف العلاقة، خطوتكم وخطوة الشريك. ورجعت طلعت لنا كمان مرة انتو قاعدين حزنانين مفكرين في وضعكم المالي، متمسكين في العلاقة لأبعد الحدود، ولكن انه الشريك ترككم وراح، بتفكروا بالشريك اللي ترككم. طيب مشاعركم انتو مشاعركم كتير كتير مهتمين، او بتراقبوا الشريك، انتو مهتمين في الشريك، في شغف، في حب، في حابين انه العلاقة تكون فيها رومانسية، فيها اكشن، حابين تاخدوا خطوة كمان ايجابية. الشريك في عنده ظروف، وخلينا نشوف ايش الظروف اللي طرقت على الشريك. الشريك متغير فيه في اشي معين، نشوف ايش الشريك في عنده يعني بطريق القدر، يمكن انه مرتبط في شيء معين او حب جديد، هو محتار
ممكن هذا الشريك متزوج وهو محتار إنه كيف يعني يحبكم أو يضل في العلاقة اللي هو فيها، فهو مش قادر ينسق بينكم وبين الطرف الثاني. هو هذا الشريك بالصدفة أو بالقدر خلته يتعرف على أو يكون متزوج. طب أنتوا كيف شايفينه؟ أنتوا شايفينه إنه شخص يعني أنتوا تنظروا له، شايفين العلاقة يعني في المنظار، مخبيين بعض الأسرار عن الشريك، أنتوا شايفين العلاقة بالحاسة السادسة تبعتكم، بتطلعوا على الجانب السيء وبتطلعوا على الجانب المشرق في العلاقة. أنتوا فاهمين الشريك وفاهمين العلاقة وعارفين إيش بدكم من العلاقة، وعارفين أنتوا فاهمين الشريك بالضبط إيش بده، وبس بتحاولوا بقدر المستطاع انكم تحلوا العراقيل الموجودة بينكم وبين الشريك. انتوا بتحاولوا انكم تفكروا بالشريك، تفكروا على بتجاربكم السابقة اللي مرقت بينكم بين الشريك، وتحاولوا انكم تحلوا بعض العراقيل الموجودة في هاي العلاقة. طيب الشريك كيف شايف العلاقة؟ شايف انه هو تعبان، حاسس حاله في دوامة، حاسس انه مش قادر يطلع من الوضع اللي هو فيه، هو بدوامة، هو تعبان نفسيا في هاي العلاقة، مش قادر يطلع من الوضع اللي هو فيه يا برج العقرب. طب خلينا نشوف ايش مخبي عنكم الشريك. هو في عنده ندم، هذا الشريك عنده ندم كتير كبير. الشريك في مشاعره الداخلية بحبكم جدا جدا، هذا الشريك كتير بحبكم، حاسس انه انتو توأم روح وانتو الشخص اللي بتكملوه في الحياة انتو، ولكن بعقله حابب انه ينهي العلاقة او حابب ينهي شيء معين ويبدأ شيء معين. ممكن انه ينهي العلاقة اللي كان فيها او ويجي معاكم، او انه ينهي علاقتكم. هو تعبان من الدوام الموجود فيها، هذا الشريك عنده ندم اللي مخبيه، انه هو قاعد بفكر في العلاقة، بفكر كمان في الجانب السيء في العلاقة. هو قاعد بفكر في كل العلاقات الشريك، يعني بحاول انه يفكر في قلبه، بحاول انه ياخذ فرصة انه يفكر شو بده، وهو حابب انه ياخذ اكشن زيكم، حابب انه يسيطر على نفسه، حابب انه يسيطر عليكم في هاي العلاقة، حابب انه يكون انسان قوي، مش حابب يظهر قدامكم بانه انسان ضعيف وانسان جبان، لا هو حابب انه يكون شخص قوي. طيب انتو بتحاولوا انه تعملوا المستحيل علشان هاي العلاقة انه يصير فيها، وكمان انتو عندكم القوة، عندكم القوة وعندكم التفكير، بتحاولوا تفكروا بطريقة ذكية وتتعاملوا مع الشريك او هاي العلاقة مش بقلكم. انتوا بتحاولوا يعني تستخدموا عقلكم وذكائكم في هاي العلاقة عشان تتخطوا هاي العراقيل اللي بتمرقوا فيها، بس انتوا حاطين هدف قدامكم انه تكون هاي العلاقة ابدية، يكون فيها زواج، فيها حب، اذا ما كانش فيها زواج يكون، واذا كان فيها زواج يكون هذا الزواج ممتد الى الابد. انتوا بتفكروا في انه هاي العلاقة تكون دائمة، مش يعني مش منقطعة، وبقلبكم بتحاولوا انكم تسيطروا على مشاعركم، بتبينوا للشريك بمظهر القوة برضو، مش مظهرين نقاط ضعف ابدا للشريك، انتو بتحاولوا تبينوا انكم اقوياء قدام الشريك. طب ايش انتو نيتكم او خطوتكم القادمة مع الشريك يا برج العقرب؟ انتو بتفكروا وبتحاولوا انكم تعطوا فرصة، او طلعت معكم فكرة ذكية جدا في كيفية التعامل مع الشريك يا برج العقرب، وهذه الفكرة بناء عن الحاسة السادسة اللي لكم، يعني حابين انكم تعطوه فرصة، حابين انكم هاي العلاقة تضلها مستمرة على طول، بتحاولوا انه يعني
تخلوا الشريك كأنه تحطوا له مرايته قدامه، انه هذا الشريك انت شوف انت ايش بتعمل، او انت شوف انت شو بتتصرف بهاي العلاقة. انتو حابين انه ينحط الشريك قدام المراية علشان يشوف نفسه كيف بتصرف بالعلاقة. الشريك ايش نيته؟ هو ملك، كان هون ملك الاكشن وبده يعمل خطوة قوية يعني بعقله الباطن، ولكن هو بتصرفاته يعني ملك الكؤوس، يعني رح يقدم لكم الحب، رح يقدم لكم التسامح، رح يقدم لكم إذا ما كانش فيها ارتباط رح يرتبط فيكم يا برج العقرب، إذا كانت في مشكلة معينة بينكم وبينه وإنتوا مرتبطين رح يكون رح يقدم لكم يعني كأس الحب، ورح يعطيكم اهتمام كتير كبير، لأنه إحنا قلنا هون إنه هذا الشخص بحبكم جدا جدا، فهو حاسس إنه أنتوا اللي بتكملوه، أنتوا اللي بتعطوه القوة وأنتوا مصدر القوة. هو ندمان إذا كان عمل معكم شيء معين، أو شاعر في الخزلان، في بده يغير طريقته وتعامله معكم يا برج العقرب، وهذا إشي رائع جدا، رح يغير تعامله معكم بطريقة أفضل بكتير من السابق، وهذا شيء حلو جدا. برج العقرب طاقتكم حلوة لأنه كنتوا تعبانين جدا في الفترة السابقة. طب خلينا نشوف المنفصلين، أو نشوف العزاب أول من برج العقرب، ما هو في انتظار العزاب، ورح نسحب لكم رسائل الرومانس للمرتبطين والعزاب والمنفصلين. خلينا نشوف العزاب إيش القادم في طريق العزاب. في عندكم يا برج العقرب أمنية حابين إنكم تحققوها، يمكن في السابق كنتوا طالعين من علاقة ما عجبتكم، أو كانت علاقة ثلاثية، فأنتوا بتنظروا للمستقبل، حابين إنكم يعني تفكروا بعمق في هاي المرة في العلاقة اللي رح تيجي لكم يا برج العقرب. انتوا هاي المرة قاعدين مستقرين، يعني بتحاولوا انكم تظهروا القوة. في شخص رح يتقدم لكم، ممكن يكون من برج ترابي او من برج ناري، رح يتقدم لكم للزواج والارتباط ان شاء الله. رح يصير في عندكم زواج ارتباط. كيف هذا الشكل منظره او كيف شكله؟ هو شخص اسمر، شخص أسمر، شخصيته قوية، حازم بتصرفاته، يمكن يبدو عليه ما بيبينش الحب كتير، ولكن هو يعني ذكي جدا، عنده حكمة في قراراته أكتر من ما إنه يكون يعني شخص عاطفي. هو شخص ذكي سريع، يعني قوي، كأنه محارب، بتحسه إنه سريع سريع، رتمه سريع، ورح يكون يعني هذا الشخص ممكن انه يكون شخص من السابق، ممكن يكون شخص من السابق يا برج العقرب، وممكن تتزوجوه زواج تقليدي، ممكن انتو تتزوجوه زواج تقليدي، انتو صبرتوا يمكن على العلاقة كتير وانتظرتوا كتير وكنتوا قلقانين على هذا الشخص انه يرتبط فيكم ولا لا. هذا الشخص ممكن يكون من الماضي يا برج العقرب. طب خلينا نشوف المنفصلين، المنفصلين من برج العقرب. هل في رجوع للناس المنفصلين من برج العقرب شهر 8 يوليو؟ يبدو انه لسه في عندكم انتو طاقة ثلاثية يا برج العقرب، في عندكم طاقة ثلاثية، في يعني في طرف ثالث في العلاقة،
انتوا طالبين العدل، طالبين المساواة، بتحاولوا انكم تراقبوا الشخص او الشخص بيراقبكم، يعني حابين انه ممكن للبعض منكم في عندكم محكمة، بتستنوا العدل، بتستنوا المساواة في هاي العلاقة. بس انتوا يعني بتفكروا بعقلكم في هاي العلاقة، على فكرة بتفكروا بعقلكم جدا في هاي العلاقة، ويمكن انتوا بتبينوا للشخص انكم مش مهتمين، ولكن الشخص لسه في عنده شغف لكم وبحبكم هذا الشخص، حتى لو كان في علاقة ثلاثية لسه هذا الشخص بيراقب فيكم وبيفكر فيكم في بعض الأحيان، بس بذكاء بذكاء. طب خلينا نشوف الرومانس انجل شو بتقول لبرج العقرب للمرتبطين. والعزاب والمنفصلين، المرتبطين بتقولكم رسائل الملائكة حاولوا انكم تحكوا مع الشريك من القلب للقلب. يا برج العقرب انتوا ما بتحاولوا تظهروا مشاعركم، مخبيين مشاعركم عن الشريك رغم الحب الموجود بقلبكم كتير، ولكن يعني مش مظهرين العواطف، فحاولوا انكم تحكوا مع القلب من القلب للقلب. الرسائل الرومانس للعزاب بتقولكم يعني في عندكم طاقة كتير كبيرة يعني، وكاريزما عالية للأشخاص اللي حواليكم، فحاولوا انكم يعني تستغلوا هاي الطاقة، لانه يعني تعملوا علاقة او انكم ترتبطوا في هاي العلاقة، لانه الاشخاص التانيين منجذبين لكم بطريقة مش طبيعية. هون المنفصلين بتقولكم رسائل الملائكة خلوا العلاقة انه اتركوها يعني، وخلوا انه هاي العلاقة تمشي على طبيعتها، او انه خلي ايش بده يصير في هاي العلاقة يصير يعني، ووكلوا امركم لربنا. حاولوا انكم ما تأذوا نفسكم، حاولوا انه ما تأثروا على الشخص الثاني بقراراتكم او بطريقتكم، حاولوا انكم تخلوا العلاقة تمشي على سجيتها يعني، بينكم وبين الطرف الثاني يعني. ايش بصير؟ عشان انه العلاقه تزبط لازم تتركوه الطرف الثاني على حريته. طب خلينا نشوف الوضع المالي لبرج العقرب، شو الوضع المالي؟ الوضع المالي انتم بانتظار اموال معينه يا برج العقرب، يعني متاخره عليكم هذه الاموال. وضعكم مالي كويس يا برج العقرب، وضعكم المالي كويس ما شاء الله، زي الامبراطور انتو مسيطرين على الوضع المالي عندكم. خلينا نشوف الوضع الصحي لبرج العقرب، ايش الوضع الصحي؟ في تحسن بوضعكم الصحي، ولكن في أشياء أنتم خاطرين فيها يا برج العقرب، في بعض الأشياء أنتم متبعينها يعني ممكن أنها تضر بصحتكم، لكن للأمد البعيد، فأنتم يعني حاولوا أنكم تحافظوا على صحتكم في هذه الفترة يا برج العقرب. ممكن بتستنوا بخبر في أحد الأشخاص من المحيط فيكم تعبان أو مريض، فأنتوا بتستنوا خبر مثلا من برا أو من هذا الشخص على إنه تصير صحته أحسن، والآنين على هذا الوضع. ولكن اطمنوا إن شاء الله إذا كان هذا الشخص المريض في العائلة أو صحته تعبانة رح تتحسن صحته ما شاء الله وتصير كويسة، يعني رح تكون الحظوظ معكم كويسة مع الصحة. هاي قراءة عامة، اللي بده يعرف مصير العلاقة إلى الأمد البعيد يتواصل معي عبر الإنستغرام، موجود الرابط أسفل الفيديو.